ياه، اما كان حته ليله صراحه. يعني اسبوع كان جميل قوي، كان تحفه يا عادل، تحفه، كان يجنن. ياه عقبالنا. ايه ايه عقبالنا دي؟ ايه رانيا عقبالنا دي؟ احنا اتفقنا قبل كده ان الحمد لله يعني مش عايزين خلفه تاني. بقول لك ايه، شفت البيبي يزوم الله عليه؟ يروح كان امه يجنن من كتو ويزوم الله عليه وعلى جبل امه. اه ما شاء الله، صراحه يعني البيبي جميل، يعني مناخيره كبيره ودانه مطرطقه كده يعني مقفوله يعني. يجنن. اه يا سلام. انت مش نفسك تخلف يا عادل؟ لا نخلف ايه، ما احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده يا رانيا، واتفقنا ان احنا الحمد لله مش عايزين نخلف. يعني كفايه علينا ياسمين، ماليه علينا البيت الحمد لله يعني، وجميله. وبعدين ايه، عارفه ما تسمع لها السك كده، نسمه. مش هسيبك يعني مش هسيبك. يا رانيا يا رانيا حرام بقى، خليها تسيب التيشيرت بتاعها هتقطعهولي. طب مش هسيبك بقى غير لما تديني الخمسه جنيه بتاعتي. يا بنتي ما تديها الخمسه جنيه بتاعتها، خلينا نخلص. انا ممكن اخد من واحده زي دي 5 جنيه؟ استنى، انت اصلا يا ياسمين كان معاكي 5 جنيه؟ لا. امال ايه يعني، عامله فتوه هنا في البيت؟ ما تسيب التيشيرت يا بنت، امال سبتي ايه لاولاد الشوارع؟ يلا اتكل على الله على اوضتك. ايه الفتوه دي؟ احنا اسفين جدا يا نجلاء، اتفضلي. ها يا هانم، عايزه تخلفي تاني حضرتك؟ انا ما قلتش حاجه يا بيبي، عادي يعني. بس يعني احنا ممكن نخلف عيل تاني غير ياسمين، نحاول نزرع فيه ما افتقدنا زرعه فيه ياسمين، وعلى الاقل نربي من اول السطر. زرع ايه وجنينيه ايه واول السطر ايه؟ بصي انا اتكلمت معاكي قبل كده يا رانيا في موضوع الخلفه دي، واتفقنا ان احنا مش هنخلف تاني. ماليش دعوه، انا عايزه بيبي دلوقتي حالا. بيبي ايه اللي دلوقتي حالا؟ بصي الساعه كام يا ماما؟ اصبري لغايه بكره الصبح ان شاء الله الراجل يكون بتاع البيبيهات فتح واجيب لك بيبي صغير كده حلو. عادل لا تسخر مني، فانا احذرك ان انت تعمل كده معايا. انا بقولك اهو. لا ما دام وصلنا للصوابع وتحط اصبعك في عينيا، واضح ان انت عايزه تعملي وصل لحد الصبح وانا مش فايقلي. خلاص ما تتزرزرش عليا. رانيا انسي موضوع الخلفه ده دلوقتي خالص، على الاقل مؤقتا يعني. ماشي يا عادل، اوكي. بس والله كانت ايام حلوه، ايام الحمل. الله، حاجات حلوه بتحصل وايام حلوه. يا رب يا رب تعودها دي ايام، يا رب ما تعودها دي ايام. ده انا فعلا وقتها ما كنتش عارفه انام زي دلوقتي بالظبط. صالك يا عادل، دي كانت ايام حلوه قوي، فاكر؟ ايه يا رانيا مالك؟ دي خامس مره تدخلي الحمام النهارده. اوف، الريحه دي ريحه وحشه قوي، مش طايقاها. ريحه ايه؟ انا مستحمي يعني الحمد لله، ولا قصدي على ريحه اللبن؟ ابعدوا عني، ريحته فظيعه. يا سلام، ريحته فظيعه ويا، ما انت كنت كل يوم على غيار الريق بتضربي لك 2 كيلو اسمر وكيلو وربع ابيض. كنت، بس دلوقتي في اللحظه الحاليه مش طايقه ريحته. اها، اشمعنى يعني؟ ايه اللي حصل؟ سبحان مغير الاحوال. اهو اللي حصل بقى. بقول لك يا عادل، على كده اما اسند عليك، هو الواحده لما تبقى صاحيه الصبح كده مش طايقه نفسها ومش قادره تفطر وحاسه انها قرفانه كده ومش طايقه حاجه، تبقى ايه؟ تبقى اكيد اتعشيتي مثلا عشوه جامده جدا امبارح، ودلوقتي مثلا عندك حموضه. انا عندي فوار كويس قوي للحموضه. لا يا حبيبي لا، يعني الواحده كده لما تبقى صاحيه مش قادره تحط حاجه في معدتها خالص، وعايزه ترجع كده وتعبانه قوي ومسخسخه، تبقى ايه؟ معقوله؟ معقوله. ياه، بس احنا ما كلناش من عند الواد سيد عفانا بقالنا فتره طويله، معقوله يكون تاثير الكبده بتاعته مستمر لغايه دلوقتي؟ هو انت ليه مش عايز تفهم يا عادل؟ انا مش فاهمه. مش عايزه افهم ايه؟ انت لو تعبانه يا رانيا يا حبيبتي ممكن نروح للدكتور يخلصنا. يا روحي ما تستعجلش، احنا كده كده هنروح للدكتور بس بعد 9 اشهر. 9 اشهر؟ اشمعنى يعني؟ هو الدكتور مسافر وهيرجع بعد 9 اشهر؟ لا، ما احنا هنروح للدكتور بعد 9 اشهر عشان انا هروح اولد. تولدي ازاي حبيبتي وانت مش حامل؟ هو في ايه؟ ما هو ده اللي انا بحاول افهمه لك وانت مش عايز تفهمه. افهم ايه بس؟ عادل حبيبي انا حامل. ربنا يكتبها لنا ان شاء الله، الواحد بيعمل اللي عليه والباقي على ربنا يعني. عادل انا في اللحظه الحاليه اللي قاعده فيها جنبك حامل. يا ماما يا سناء، يا ماما يا سناء، يا سناء يا ماما. حاول. رانيا حامل يا شيخ، خضتنا افتكرنا الشقه ولعت. اوعى كده.
رانيا حامل يا ماما. والله طب وايه يعني حامل وانتوا مش متجوزين يا ابني ولا كنتوا بتمسروا علينا كل المده دي؟ الف مبروك يا حبيبي، ربنا يتمم بخير يا رب. مبروك يا حبيبتي، الف الف مبروك. شكرا قوي يا حماتي. الله يبارك فيك يا ماما، الله يبارك فيك. الحمد لله الحمد لله يا رب، اخيرا 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 هبقى اب واخلف عيل صغير يركب على ظهري ويقول لي شي يا بابا شي يا بابا، وانا اقول له عيب يا ولد انزل، يقول لي شي يا بابا شي يا بابا، يقول له عيب يا ولد انزل. يا سلام، وانت ايش عرفك بقى ان شاء الله انه هيطلع ولد؟ ما يمكن تطلع بنت. لا ان شاء الله هيطلع ولد وهسميه سعيد على اسم بابا. لا يا حبيبي، واشمعنى يعني ما نسموهوش على اسم بابا؟ انا انت هتخلوا من دلوقتي يستنوا لما شويه يطلع ولد ولا بنت. لا لا لا، هيطلع ولد ان شاء الله. ربنا يخليه لك ويتربى في عزك وتكبره وتربيه. مش لما يتربى هو الاول يا ماما يبقى يربي ابنه بلا خوته. يا رب يا رب، ابعت عريس لسناء يا رب. يا رب يسمع من بقك ربنا يا حبيبي عشان نخلص منها. بتقول حاجه يا عادل؟ بقول الحمد لله الحمد لله. ايه مالك؟ تعبانة؟ أكيد تعبانة، أكيد شلت حاجة تقيلة. تعالي تعالي تعالي، أنا قلتلك ما تتحركيش خالص يا رانيا، الحمل مش عايز حركة، شغل البيت تقوم بيه سناء تقوم بيه ماما، لكن أنت ما تتحركيش يا ماما. أحسن؟ إيه ده؟ ماما ونجلاء يا حبيبي قاعدين برا جايين يباركولنا. يعني أنت الخضة اللي أنت عاملاها دي كلها عشان ماما ونجلاء جايين يباركولنا؟ آه. لا يا معقولة، ده أنت رعبتيني يا رانيا، المفروض تقولي الحكاية دي بشكل بسيط يعني. الله، دول جايين يباركولنا لازم نديهم حقهم. يباركولنا على ايه؟ هيكون على ايه؟ على الجواز؟ طبعا على الحمل يا بيبي. ايوه حبيبتي، ما كانش لازم تخضيني الخضه الفظيعه دي، ده انا اترعبت. يعني قولي لي ماما ونجلاء جايين يباركولنا ببساطه. اوكي. اوه عادل، ماما ونجلاء جايين يباركولنا ببساطه. خليهم يستنوا شويه. اهلا اهلا اهلا، ازيك يا نجلاء؟ ازيك يا حماتي؟ ازيك حبيبتي؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا، منورانا والله. ايه يا حماتي؟ ايه ما بنشوفكيش ليه امال؟ ازاي يعني يا دولا حبيبي؟ انتوا لسه عرسانين جداد، يعني عايزيني ابقى غتيته واجي اقعد فوق دماغاتكم كده؟ لا ماما، ستي دي غتيته وغلاطه وبتستفزني كل ما اشوفها، لو ضغطت عليا اكتر من كده هقوم اجيبها من شعرها. بص يا بنتي لا ما تقصدش. لا تقصد يا ماما تقصد. ما تقصدش. يا اهلا وسهلا يا حماتي، منورانا والله. ازيك يا نجلاء يا جميله؟ يا حماتي بس انت ليه تكلفي نفسك كده وجايبه فاكهه وكمان ثلاث انواع تفاح؟ فاكهه ايه اللي جابتها الفاكهه من عندنا احنا من المطبخ بتاعنا؟ يا ستي كان هي اللي جايباها، احنا اهل يعني. نو شيري نو حبيبي، انا ما بجيبش الحاجات دي عشان انا عامله ريجيم، انا جايبه بقى هديه ما حصلتش عشان الزقان هي راحت فين. اهي استنى اهي، بص بقى انا جايبه له اي تي ام. ليه بقى الاي تي ام ده؟ عشان انت تحطوا فيها فلوس علشان البامبينو الزقان يصرف. ها يصرف ده حفيدي. يا سلام يا حماتي، طول عمرك بتهتمي بالاساسيات والله. اساسيات ايه اللي مهتمه بيها؟ دي جايبه لك اي تي ام تحط فيه فلوس، بدل ما تهز طولها وتجيب طقمين الواد من الكساء الشعبي، ولا تجيب لها بالونه بلاستيك، اي حاجه اي اعملي لك منظر. ايه كساء شعبي دي؟ الماركات دي انا ما بشتريهاش، انا بشتري من الماركات العالميات يا حبيبتي، زي مثلا بيبي ديور، كاشاريل، فيري، دولشي ان جابانا. قالت جبانه غلطت، قلت لك يا ماما دي غلاطه. انا جبانه؟ اه ما تشوف حماتك يا عادل، دي جايه تشتمنا في بيتنا يا ابني. يا جماعه اهدوا اهدوا اهدوا، اقعدوا اقعدوا اقعدوا. بقول انتوا جهلانين خالص، دي ماركات عالمياتوس خالص. خلاص خلاص. اهلا وسهلا حماتي حماتي، يعني معقوله حضرتك ما تزورناش كده لما يكون مثلا رانيا حامل؟ يعني اخليها تبقى حامل كل يوم ولا ايه؟ شوفي الراجل عايز يتعبك يا حبيبتي. لا يا روحي لا، انا مش لازم تبقى هي حامل، انا اجي لكم طبعا اي وقت، بس انا المره دي بقى جايه علشان انا اخد بالي من البنوته بتاعتي واقعد معاها واعمل لها كل اللي هي عاوزاه، ويعني اخد بالي منها واعمرها. تعمري يا حماتي، قصدك تراعيها يعني. كان لازم تمسك فيها. انا لا مسكت ولا تهببت، هي اللي مسكت الكلمه. طب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ خليها على الله بقى، هنتصرف هنتصرف. نتصرف ايه؟ دي هتفضل قاعده لغايه ما الحمل يخلص. ايوه يا ست، كلها شهرين وتعدي. الحمل يقبل تسع شهور مش شهرين. ايوه قصدي كلها تسع شهور وتعدي خلاص. اهلا يا حماتي، اتفضلي فاكهه من اللي احنا جاي.